السلام عليكم، حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم في قناتنا. اليوم معاي سياره عائليه قياس اكس لارج، فاللي يعني مفكر يشتري سياره عائليه كبيره يشوف هذا الفيديو. لكن قبل ما نبلش يا ريت اذا ما اشتركتوا في القناه تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات. السياره اللي معي اليوم هي الفي 250 من مرسيدس بنز. هلا في ممكن توقعها انا والله هي فان، بس هي انا برايي الشخصي هي فيلا، لانه هاي بصراحه فيلا على عجلات. طبعا هو اكيد هو الفان، هي الفي هي الفان، بس يعني انا شخصيا بفضل اعتبرها فيلا. هذه اكبر سياره سكتها بحياتي بصراحه، انا مبسوط جدا بسواقتها. السياره كبيره واسعه مختلفه عن اي سياره ثانيه، وبصراحه قلال السيارات اللي خلتني انبسط لهالدرجه. السياره كثير مريحه، سواقتها كثير حلوه وسلسه، يعني مع انها كبيره لكن ما تغلبت في سواقتها. السياره كثير هاديه من جوا، يعني موضوع العزل ممتاز جدا. يعني من الأشياء بصراحة اللي عجبتني موضوع الركاية هاي، بصراحة لازم كل شركات السيارات يكون في مثل هيك، جد رهيبة، بتكون انت راكي ومسترخي متساق السيارة. انا بزماناتي كنت افكر انه الفانات هي سيارات تجارية، يعني نقل البضاعة او نقل مثلا ضيوف الفنادق، لكن من فترة كنت راكب في سيارة ممتازة جدا مثل هاي السيارة مرسيدس. الكرسي كان مريح جدا، المساج كان رائع جدا، نظرتي اختلفت، يعني حتى يوميها ما كنت حابة انه الرحلة تخلص. بخصوص المحرك اللي معنا، في عندك 2 لتر 4 اسطوانات تيربو، قوته 211 حصان وعزم الدوران 350 نيوتن متر. تسارع السيارة من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة بتم في 9 ثواني و 4 اجزاء من الثانية، والسرعة القصوى 210 كيلومتر في الساعة. طبعا الموتور ممتاز لهي السيارة، انا يعني حسيته كثير ناعم كثير حلو، وما حسيت انه بحاجة لقوة اكبر. وبطبيعة الحال حيكون في نسخة كهربائية من هاي السيارة. مرسيدس من فترة كشفت عن سيارة الـ EQV اللي هي النسخة الكهربائية من هاي السيارة. في شيء غريب، الموضوع عندك البدلات الموجودين وراء عجلات القيادة، ما بعرف شو لازمتهم في سيارة في فان مثل هاي، لكنهم موجودين إذا حبيت أنه أنت تغير بنفسك. في عندك ثلاث فئات من الفي كلاس، في عندك الستاندرد وسعرها ببلش من 195 ألف درهم إماراتي، في عندك الأفانجريد اللي هي معنا اليوم وهي بتبلش من 235 ألف درهم، وفي عندك الإكسكلوسيف اللي هي أعلى واحدة بتبلش من 295 ألف درهم. السيارة غالية لكن بالنهاية يعني راح تاخد كثير بهالسعر اللي بتدفعه. في الخلف في عندك باب الصندوق الخلفي بيجي سبلت، بيجي هيك ممكن ينفصل. في عندك القزاز ممكن تفتحه مانيوال عادي، يعني بتسحبه بايدك، وفي عندك الباب بنفتح وبتسكر كهربائيا. طبعا كثير ضروري انه يكون في باب مقسوم، يعني سبلت، لانه الباب كثير طويل، فيعني احيانا ما بتقدر تفتحه اذا كان في سياره صافيه قريب منك او اذا كنت قريب من جدار، فطبعا ضروري يكون موجود. صندوق الخلفي مساحته واسعة، طبعا هاي السيارة كبيرة. عجبتني هاي السلات الموجودة، ممكن تحط فيها أشياء فإلها لازمة حلوة. يعني على الجوانب في عندك أبواب كهربائية بتفتح بأسلوب الجر، يعني ما بتفتح لبرا. طبعا هاي ممتازة إذا كنت صافف في المول، بدل ما يجي أولادك يفتحوا الباب ويرزعوا السيارة اللي جنبهم، هذا الباب بسحب على جنابي وما بيأثر. بتفتحوا بتسكروا كهربائيا، فعندك إذا بتمسك الإيد اللي من برا ممكن تفتحوا أو تسكروا. في عندك كبسة هون جوا لحتى تسكروا، وفي إيد جوا الباب كمان هاي بتساعدك إنها تسكروا. والحلو كمان إنه السائق بإمكانه يفتحهم ويسكرهم بكبسة من المنطقة الوسطية هون. هاي عن جد الخاصية عجبتني كثير. المساحة الداخلية من أهم الأشياء في هاي السيارة، طبعا لأنه في عندك هاي لنقل الركاب. مساحتها واسعة جدا، الكراسي مريحة جدا، جلد نابا ممتاز، بإمكانك تحركهم تشيلهم تغير اتجاهم، هاي شغلة ممتازة. يعني بإمكانك الصف الثاني أنه يكون يواجه الصف الثالث أو أنه يواجه الجهة الأمامية للسيارة. ممكن تطلب السيارة بست مقاعد، سبعة، ثمانية أو تسعة. في عندك هون شغلة حلوة كثير اللي هي الطاولة، هاي ممكن تضبها وممكن تفتحها، هاي يعني ممتازة إذا كنت طالع رحلة مع عائلتك أو إذا كان عندك اجتماع على الطريق، يعني إذا كنت متأخر ممكن تعمل اجتماعك على الطريق. المنطقة الأمامية من مقصورة حلوة، فخمة، مرتبة، يعني عجبني تصميمها، عجبوني كثير فتحات التكييف، وعندك هذا التابلو شوف ما أحلى تصميمه، كثير حلو. طبعا بالنهاية هاي مرسيدس، فيعني حتى لو كان عندك سايق راح يظله برضه يكون في عنده لمسات فخامة قدام، وإذا أنت طبعا سقتها هذا كمان بيرجع بزيد من الفخامة لإلك. الشاشة اللي هون مش شاشة لمس، لكن عجبني تصميم النظام الانفوتيتمنت. في عندك كثير خصائص حلوة، في عندك سات ناب، في عندك شغلات حلوة، طبعا تتحكم فيها من القرص اللي موجود تحت. الكاميرا ممتازة، الكواليتي تبعها ممتازة جدا حتى بالليل، فيعني هاي شغلة عجبتني جدا. وفي عندك إضاءة داخلية جوا المقصورة، بس طبعا عندك ثلاث ألوان فقط.
بخصوص خصائص الأمان، في عندك نظام التنبيه عند الخروج من المسار، في عندك نظام التنبيه عند توقع حدوث اصطدام في الأمام، وفي عندك نظام مراقبة النقطة العمياء، وطبعا ما بننسى الكاميرا اللي هي 360 درجة وحساسات الاصطفاف. هاي طبعا ضرورية جدا للسيارة بهالحجم. لكن نرجع للسؤال الأصلي، هل الـ V250 من مرسيدس بتنفع أنها تكون سيارة عائلية؟ بصراحة إذا عيلتك كبيرة طبعا، لأنه السيارة كثير واسعة، كثير فخمة، كثير عملية، يعني في عندك كل هاي المقاعد، حلو انه العائلة يكونوا جالسين قبال بعض، في عندك هاي الطاولة، يعني هاي شغلة كثير حلوة. يعني انا اليوم اخذت عيلتي، رحنا على البحر، جلسنا، اخذنا هيك رحلة حلوة، افطرنا، تفرجنا على البحر، استمتعنا بالجو، كانت كثير حلوة. فالسيارة بتحسها هيك مثل البيت، يعني على هالمساحة وعلى هالخصائص اللي جوا، في عندك كثير حمالات اكواف، في عندك كثير اماكن لتحط تخزين الاشياء، في عندك فتحات USB، فانه العائلة عندك كل شيء فيها. السيارة شوي غالية، لكن بالنهاية انت بتاخد سيارة مرسيدس، بتاخد فيها كل هالخصائص، كل هالمساحة، فانا برأيي هذا يعني بخليها سيارة عائلية، مع انه الواحد اول ما يشوفها ما بتوقع انها هيك، لكنها انا شخصيا بعتبرها سيارة عائلية، وبصراحة قيادتها سهلة، انا ما تغلبت. اصطفاف يعني شوي بياخد وقت اكثر من السيارة العادية. عندك لما كانت، اذا كنت مثلا قاعد بتدخل على الكراج، المنطقة شوي ضيقة، بدك تنتبه عليها شوي، بدك تنتبه موضوع الصف. لكن انا اليوم صفيتها جنب سيارتي في باركينج العمارة، ما كان عندي اي مشكلة. سمعونا رأيكم بالسيارة وشكرا على المتابعة.